انت قريتي الناس داكشي غيبداو يتسالوا فين هو علاش ما كاينش ما مطبق. هذه الاولانيه. اذا الوزاره ديال التعليم دائما كان عليها 100 و100 عفريت، كل مره كيجيب شي واحد يكون طيع باش يوقع على داكشي اللي بغاو يديروا باش يهرسوا باش يقضوا على المدرسه. وجهوا الاسلحه للاستاذ، الاستاذ والاستاذه راه خصهم يتكرموا، خصهم يتكونوا والتكوين المستمر خصهم مزيان باش يؤديوا هذه الامانه على احسن وجه. زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقه الحواريه. العالم على صفيح ساخن والمغرب على صفيح ساخن، في غزه قنابل وهجوم واعمال وحشيه ضد المدنيين الفلسطينيين، وفي المغرب اوضاع ساخنه بفعل الدخول السياسي والدخول المدرسي وتداعيات الزلزال، ثم عدد من الأحداث نلامسها اليوم مع الأستاذة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، التي سنقف معها أيضا في هذه المحطة مع مؤتمر الحزب. أستاذة نبيلة مرحبا بك. شكرا الأخ المهداوي وشكرا الموقع بديل على هذه الاستضافة وعلى تنوير الرأي العام. مرحبا لنبيلة. لنبيلة غادي نبدأ بالحدث مهم جدا، هو افتتاح الدورة يعني ديال البرلمان، حضرته لهذه المحطة. نعم. كيف يعني ومشي بسؤال مباشر، صربت واحد الوثيقة على أساس من السيد طالب العالمي ما يحضروش عدد من البرلمانيين يا إما متابعين أمن القضاء بالفساد أو في دائرة الشبهة، وبعد ذلك تم العذول عن هذا القرار، هل من أخبار على أسباب هذا العذول؟ اولا اليوم تفتتحت السنه الثالثه من هذا يعني الدوره ديال البرلمان ديال الحادي عشر، بحال جميع المواطنات والمواطنين حنا شفنا هذيك اللائحه ديال الناس اللي هما مبعدون، لانه الافتتاح غادي يتم بالرئاسه ديال الملك ديال البلاد، وضمينا حنا بانه راه هذا شيء اشاره ربما باتجاه محاربة الفساد والمفسدين اللي هما معمرين البرلمان، معمرين واحد العدد المؤسسات ديال البلاد. فإذا بينا حنا أول المفاجئين، يعني دخلنا القبة ديال البرلمان فلقينا هذوك اللي مبعدون هما أصبحوا مقربون، ولهذا كيبان بأنه هاد المؤسسة اللي هي في الديمقراطيات العريقة كتلعب واحد الدور كبير، ماشي غير في التشريع ومراقبة العمل ديال الحكومة. أولا الناس اللي كيشكلوها ناس نزهاء، ناس بالفعل كيمثلوا هذوك الناس اللي صوتوا عليهم. حنا عندنا واحد الناس ربما اللي هما واحد المجموعه اللي هي نزهاء، ولا واحد الاغلبيه ديال المصريه طالعين تما، يا اما اميين وخدامين في مخدرات، ولا تيسحب لهم السياسه هي مرتع ديال الفساد. حنا يعني هذه اشاره فيها راه في حقيقه تحدي حتى الملك ديال البلاد. كيفاش تنشر لائحه وتقول ما غادي نبعدوهم لانه حشمتوا شويه على عرضكم، فاذا بكم كتحطوا. علاش تراجعوا؟ شنو السبب نظرك؟ لان السبب هو انه الفساد عام تقريبا. بلغ الى علمنا على انه قالوا له هذوك الناس المعنيين قالوا له راه انت الاول غنبداو بك، انت عندك شيك بدون رصيد وما خلصتيش الضرائب اللي باغي يعطينا، واش هذه هي الحقيقه؟ او الضغط كاين روايه اخرى كيقولوا بانه تم الضغط من طرف السي وهبي والتحالف الحكومي هما اللي ضغطوا باش يحضروا، شنو هي الحقيقه؟ لا الحقيقه ما عرفتهاش انا، يعني انا ماشي في المكتب اولا، ثانيا الحقيقه ربما في السؤال اللي طرحتي في الاول، يعني انه ملي كيكون شي واحد فاسد ويخرج لك واحد لائحه وبراسو الطالب العالمي فاسد، لا كان متابع، يعني الفساد راه في انواع واشكال. ايوا هذه القضيه ديال الشيك بدون رصيد، لان ما خصش يكون فيها اي حس ديال رئيس مجلس النواب. ايوا حنا دابا وصفتنا العابات اللي هي شي العابات كتعرفوا وصفتنا حنا المغرب شنو حنا؟ فتنا العبات، حنا فتنا العبات. حنا عندنا ناس اللي هما تحكموا بربع سنين وكيترأسوا الجلسة ديال البرلمان، عندنا ناس اللي هما شراو مدن واستغلوا ترأس ديالهم ديال الجماعات باش شراو الأراضي وهدموا اللي هدموا وداروا اللي بغاو وداروا العراسات وداروا هادشي هذا، يعني ما يمكنش. هذا المؤسسة خصها يكون فيها ناس شرفاء، وخاص العملية الانتخابات تكون حرة ونزيهة، وخاص المرشحين يتختاروا بعناية قاريين ونقيين، وخاص اصلاحات راه ما يمكنش هادشي يدار. يقدر يكون راه ما عندناش فصل السلطه، ولكن اللي كيقول كتكون حسابات سياسيه، كاين اشخاص قد يكونوا متابعين ولا في دائره الشبهه
ولكن هما فقط ضحايا ديال الخصوم السياسيين ومسطرة معيبة من الناحية القضائية. علاش تحرموا من الجلسة؟ لا كلام، إذا غنمشيو لسريع. الله يخليكم. لا أنا غنمشيو لسريع. يحاكموا القضاء بسرعة باش نعرفوا شنو كاين. إذا القضاء بالفعل حنا حتى حنا كنحترموا وبغينا القضاء يكون بالفعل كيحترم قرينة البراءة. بالفعل لأن الإنسان مدان يقدر يكون بريء، هذه ما فيهاش. ولكن أنا بالنسبة لي الناس راهم مرطين يديهم حتى لهنا، ماشي خاش يدوا، يعني معروف هذا الشيء. الملفات اللي تعرضت على القضاء هذه ملفات لي فات فيها الفساد الحدود ديالو، اما الفساد الصغير راه كيتم السكوت عليه. وخلي هذا اشخاص هذه المؤسسه اليوم كتفتتح السنه الثالثه، راه خاصها تكون مؤسسه مستقله. راه البرلمان راه خصو يكون اهم مؤسسه اللي كاينه في الدوله، لان كتخرج القوانين وكتراقب، ماشي تكون تحت الرحمه ديال السلطات التنفيذيه. لا، ما استقبلش رؤساء الجهات لان بعضهم متابعين من القضاء. ولكن قالوا لينا اذا ماشي صحيح. لا ماشي صحيح، تيكذبوا تيكذبوا على المغرب باش ينعسوا شويه المغاربه. هذا سؤال استاذه نبيله، هو واش كيبان لك ان الملك ما يتلاقاش الفاسدين في البرلمان، ما يحضرلهمش شيء ايجابي؟ احنا متفقين ومزيان. نعم، ولكن اختصار الامر او اختزاله غير من يجي الملك، واش ماشي مس بحرمه المؤسسه البرلمانيه في الايام العاديه؟ هذا النقاش كينتعش في الدخول في افتتاح، كان الوقار والنزاهه والصفاء من يكون الملك. وهذا حنا كنبغيو هذا الشيء، من يكون الملك خاص يتلاقاو الناس مزيانين. ولكن خارج ما يكونش الملك، واش ما كيبانلكش وانت عايشوا مع دوك الناس غير يمشي الملك يدخلوا بحال اللي زعما؟ لا شوف، الفساد ولا عندنا منظومه متغلغله في الدواليب ديال البلاد كامله، في الاقتصاد، في السياسه، في كل مجال. حنا محتاجين لسياسه لمحاربه الفساد، هذه الكلام. ماشي منين يجي الملك نغبروا الفاسدين، ولا منين يدوز الملك نغبروا الفقراء. ماشي معقول هذا الشيء. خصنا نواجهوا الاختلالات الكبرى اللي كتعرفها بلادنا، واللي هي المعيق الاساس باش نتقدموا باتجاه بناء دوله ديال الحق والقانون، دوله ديمقراطيه اللي غنعيشوا فيها بكرامه، وباش نحميو حتى سيادات بلادنا. حيت بلادنا اليوم ولات مخترقه من جهات متعدده، لاننا حنا ضعفنا راسنا. ما عندناش ديمقراطيه، ما عندناش دوله الحق والقانون، ما عندناش ربط المسؤوليه بالمحاسبه. الناس كيدخلوا للسياسه تيظنوا بانهم تما غادي يضربوا يديهم كيف كنقولوا بالدارجه المغربيه، ورا شفناهم شحال من مزلوط دخل للسياسه وخرج بالملاير وتا واحد ما تابعو. عنسمك واحد السؤال استاذ منيب، وانا كنت شاهد عيان. نعم والله كيشد عليا والمني هذا المشهد. عشية الافتتاح ديال البرلمان كنت مع واحد السيد في السيارة كصحفي. هذاك السيد جاء اتصال من واحد المواطن تيقول له أنا المقدم، تيقول لي غتبطل البرلمان. ما كنقولش أنا جميع المغاربة اللي كابتوا قدام البرلمان راه كيجمعوهم، ولكن هذه عشتها غير نهار الخميس، ربي شاهد عليه. هذاك المواطن اللي تلقى المكالمة بقى كيختج، قال لي علاش هذا الأسلوب باقي كيديروا بعض عباد الله؟ قال علاش ما يجيش الملك يفتتح؟ قال علاش الله يلا يجمع الناس؟ قال لي خليهم بنادم بلا شغله بعضهم، ومن يهبط تما ما عندوش اللي يحط له الماكله. هذه اساليب سمعناها، علاش هذه الماكينه خدامه بهذا الاسلوب؟ بعض كنقول لا بقى بعض هذه الاساليب. اولا خصنا نعرفوا واحد الحاجه، انه العالم كله يدار بسياسه ديال التخويف وديال الترهيب ديال الانسان. وغتسمحي لي استاذ مولاي، فكرتيني باش السؤال ديالي يكون وجيه. هذاك السيد شنو قال لي؟ قال لي علاش كيقول لهم بعضهم؟ تيقول له لا ما هبطتيش غتحرم من انت غطيح شهاده السكنه ولا السجل الاجتماعي ولا كذا، غتلقى صعوبات كتستعمل حقوقك بعض عباد الله. واش ماشي عيب؟ الله يخليكم، راه خاصكم تفهموا بانه المغرب يعني كنظام عندنا جوج ديال الانظمه. يعني المغرب يدار براسين. حنا كنديروا انتخابات في ديمقراطيه الواجهه ديالنا، كنطلعوا منتخبين محليين جهويين، البرلمان الحكومه كتصوب وكذا من هنا. ولكن عندنا واحد النظام اللي هو بالموازات، كاين اللي كيبدا بالمقدم والشيخ وكيطلع غادي الفوق. هاد الناس هادو مختصين في ترهيب المواطنات والمواطنين، ماشي غير باش يقول لي هبط ولا ما يهبط. راه الناس مشات لانكفو ملي كان الثلج وماتوا الدراري، ما لقاو ما ياكلوا ما يشربوا وداكشي كله. كيعيط المقدم للناس كيقول لهم انتم بعدا ما تجيوش تاخذوا المنطا وداكشي، حيت ما صوتوش على الدستور. واش الحق؟ واش عندي الحق نصوت ولا ما نصوتش على الدستور؟ عندي الحق انا نختار ندير. اذا المغاربه كيتم يعني الدوس على الكرامه ديالهم دائما وابدا، لانه وكيعتبروا بانه بحال هكا، بحال داكشي ديال الجوع كلبك يتبعك وداك الكلام الخايب اللي خصنا هذا الشيء، خصنا عقليه بائده ما خلاوش المغاربه يتحروا. المغاربه لا، حيت اللي وصل فينا اللانازا كيمشي اللانازا، يمشي لهاك يخوي البلاد، لانه بحال الطرق راه سمعنا حتى مغاربه العالم كيقول لك الله يخليك، حنا ولادنا ما بقاش بغاو يدخلوا يدوزوا الصيف في المغرب، لانه ما بقاش قادر شي واحد يقول لك عجل. اهضر معايا كمواطن كامل مواطنه، واحضر معايا بادب
دخلت انا نحترم القانون نحترم كل شيء، ما تجيوش غير كيقبلوا على المغرب وكيبدا الطحين والصحيق. يعني ما يمكنش صحافي هذا نظام ما بغاش يتغير، لان كاين مسامر الميدان حاضرين على هذا الشيء. سمير مسامر الميدان كيف كنقولوا ديال الميدان كاين غير هما. استاذ منيب شوف قمه الوحشيه، تصور انت صحافي مهامك فصل مهامك انك تصور خدمتك كدير، كيهبط السلطه وكيتحيد لك ما تصورش حيت غزه حيت فلسطين ما قديش ميكرو تروطوار. تصور صمت الداخليه ما كتبقاش قدام العالم بالحفله وبلا حشمه بلا حياه. وصلنا لواحد المسؤول ما تيحشمش ما عندوش الغيره، يعني تيدير اجراءات ضد عهد العصر الحجري وتيستمر كمسؤول وكيتوهم راه مسؤول وكيقيس الوطن. هذا المستوى شكون اللي وصلنا له؟ حنا دابا دولاب حنا متخلفين، ولكن كتشوف العالم اللي كنعيشوا فيه عالم متغطرس، عالم متغطرس، لان اليوم اش كاين في العالم؟ اليوم وصلت القمه ديال 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 الغطرسه وديال الاستبداد في العالم، والحكم بالفوضى الهدامه والضرب ديال الحقوق ديال الناس والهجوم على المقدرات ديال الدوله بكاملها كيتمناه ديال خيراتها، وطلعوا رئيس ديمقراطي يغتالوه ولا يحيدوه لهم من الطريق ويجيبوا واحد اخر كيف بغاو هما اللي تابع ليهم وداك الشيء. وهنا فين تكتبت واحد العدد ديال الكتب ديال سميتوها لا 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 مافيا لا فرانس افريك وواحد العدد ديال الامور. اذا هذا العالم متغطرس اعطى دروس للاستبداد والفساد المحلي اللي باقي حتى هو كيستمر. يعني انه ما يعني اللي يوصل لشي شويه ديال السلطه يستبد بها، وكيفية الاستبداد هي أنك تسحق الشعب تسحق الناس. فين هي الحرية اليوم؟ من بين التحديات الكبرى اللي مطروحة على المستوى العالمي هو المسألة ديال الحريات، ديال الحريات اللي تيتم الضرب ديالها في وضح النهار. علاش؟ لأن الشعوب كتنتفض. شفنا الحركات الاجتماعية في العالم بأسره، فرنسا في ألمانيا، شفنا كذلك في المغرب مع الحركة 20 فبراير، الحراك الجرادة، الحراك ديال الريف، التنسيقية الأساتذة، ممكن غير خلينا نضربوا. يعني الجواب هو القمع، وكيزيدوا الدول ديالنا احنا اللي احنا دول نامية كيزيدوا يتقواوا ملي كيشوفوا فرنسا مثلا كتضرب الناس. اليوم فرنسا اللي مشات الظهر وقال اللهم هذا منكر، كيف يعقل أن الشعب الفلسطيني كتضرب الحقوق ديالو؟ تقدر تضربو حتى بخمس سنين ديال الحبس. هذا الشيء كيقولوه فرحانين به. علاش؟ لانه هذا اللوبي الصهيوني الامبريالي تغول داخل الدول وهو ضمن هذه المنظومه اللي كتحكم العالم. غادي نسولك استاذه منيب في هذا السياق ديال القمع والتغول، من جمله الحوايج اللي يعني مثيره جدا هو ما عندكش الحق. هذه من اغرب الغرائب. نعم. دوله اسلاميه ودولة يعني فيها إمارة المؤمنين والدين حاضر بقوة كواجهة للحكم وكآلية ولا كمستلزمة من مستلزمات السلطة السياسية، كعرفوا الدين كيفاش كيلعب، كيحسم لنا عدد من الأمور بالفعل. هل يعقل عندنا الله والله والرسول والإسلام وعندنا تما يعني المسجد الأقصى والإسلام والمسلم كيموت ونهار الجمعة التعبد ما غتقولش كلمة أنت أئمة المساجد في المسجد الأقصى؟ يعني بغيت تلقى أنا هذه ما هذه من أغرب ما كاين. لواش كتصلح منين كتجمع المسلمين وتهضر معهم وتهضر معهم في الأمور اللي كتضرهم؟ وأكثر ما يضرني أنا كمسلم كنعبد الله هو قول لي يا خويا المسلم شنو وقع له؟ الطفل كيموت والشيخ كيتذبح وتدنس وبحال اللي عاطينهم بالظهر، والخارجيه المغربيه دايره بلاغ متقدم على الاوقاف. كيفاش هذه الكارثه؟ أولا هذا الشيء خصو تحليل ولكن راه باين. اولا اليوم المغرب اللي هو كيف قلتي عندنا اماره المؤمنين وعندنا احنا اللي كنتراسوا اللجنه ديال القدس وعندنا تاريخ مع القدس والمغاربه اللي مشاو نصروا صلاح الدين الايوبي باش نحررنا القدس وباش المغاربه اللي عطاو قيمه وعندهم قيمه كبيره للمقدسات ديالهم. اليوم حنايا كشعب مغلوب على امره مع كل اسف، الا ما بنيتيش ديمقراطيتك وما بنيتيش دوله ديال الحق والقانون كتكون بحال البلاد ديالك مفتوحه لكل تدخل اجنبي. وهنا انا فين كنت درت التدخل قلت بلادنا خصها تحافظ على سيادتها باش ما نسمحوا لتا واحد يدخل فينا. اليوم انا جاتني خبر من عند واحد العدد ديال المسلمين كيصليوا الجمعه وكلهم تفاجئوا بانهم تكون تكلمه على ما يقع لاخواننا الفلسطينيين من مجزره. لان اذا كانوا اليهود تعرضوا للمحرقه في يعني في الربعينات على يد النازيه، راهم اليوم كيمارسوا النازيه في حق الشعب الفلسطيني. ماشي دابا رده فعل، وما تسولوناش على رده فعل. هذا الشعب يقاوم
وهما حاولوا يفرقوا ما بين المقاومه ما بين السلطه، وحاولوا يستدرجوا السلطه اللي ولات كتحميهم دابا وكتحمي الكيان ديال الاحتلال. يعني كيف يعقل بشتى الاساليب اللي احنا عارفينها كيفاش دايره، وانهم حاولوا يحاربوا المقاومه بكل الاشكال وكيسميوها ارهاب، وكيسميو راه دائما كانوا كيسميو الجبهه الشعبيه والديمقراطيه ارهابيين. كيف يعقل 7000 سجين اليوم في السجون ديال الكيان الصهيوني؟ علاش هذا المنتظم الدولي ما تكلمش؟ شحال ديال الاطفال الفلسطينيين لا هي كاينه حتى حاجه ما كتبررش طفل يتقتل او امراه او هذا، ولكن حنا راه امام واحد العالم اللي فيه الهمجيه. انت قتلتي لي 7000 وكتبكي على دياولك، انا بغيت نبكي معاك على وليداتك اللي تقتلوا، ما بغيت حتى الاطفال يتقتلوا، ولكن انت راك ما خليتينيش وخديتي الارض ديالي. يعني انا بالنسبه لي المغرب اليوم المغرب اليوم سلموني بحيت انا عندي محور فلسطين، انا شتيني داير الصور ديال غزه ديال الزلزال حيت غندوزو لفلسطين. انا داير محور فيها، انا غير غنلقى مع الزلزال. نعم استاذ موني نعم، وكنقولها لك والقلب يعتصر. شفنا كلنا الزلزال شنو دار في عباد الله وقتلة. ومشينا دابا لغزه ومشينا المواضيع كثره الهم والمشاكل، ما عرفناش دوك الناس واش سكنوا، واش الاعمار، سمعنا الاعمار المشاريع، بعداش قيمك لهذا الزلزال والاثار ديالو والتداعيات ديالو والتدخل ديال السلطه وديال كل شيء؟ واش وقعتوا انتم هذا الشيء ولا لا؟ معلوم مواكبينه ومشينا وبلا منا على شعبنا يستحق منا كل الخير. مشات القوافل، مشينا حنا كمكتب سياسي اجتمعنا تما، خرجنا مشينا تلاقينا مع الناس، ما درناش تصور وما صورونا بالتليفونات ديالهم، احتفظوا بهم هما، لا بغاو ينشروا ينشروا، ما بغاوش ينشروا ما ينشروش. حنا ما مشيناش تما، الناس الساكنه اللي تعرضوا لهذا الشيء، لهذا الزلزال، واللي فقدوا الاهل ديالهم الاحباب ديالهم. هنا كنجددوا تعازينا للشعب المغربي قاطبه، والاسر اللي فقدت وليداتها وفقدت الامهات وفقدت الاباء وتشردوا، والبيوت اللي سقطت فوق رؤوس اصحابها. هذا الشيء كيبين اش بالفعل هذه كارثه وقعت، وبينات حاجه ايجابيه جدا هي ان المغاربه متضامنين، والمغاربه بالفعل عندهم داك النازع ديال الاخوه الانسانيه، وشعروا بخوتهم تما ومشاو تيجريو. هذه حاجه مزيانه، ولكن كتبين من ناحيه اخرى ان اختيارات اللي دارت الدوله المغربيه وتهميشها لجهات بكاملها، هذا اختيارات غير صائبه، وخصنا نديروا معها قطائع اليوم. اذا اش خاص يدار الدوله المغربيه؟ وهنا كنحييو بالفعل العمل اللي دارت القوات المسلحه، ولا يعني القوات المدنيه الداخليه، ومعلوم اللي ناضوا، يعني كاين عمل تدار. هذه راه دوله باش تزيد الثق في راسها، ماشي نسلموا امورنا لاي كان، باش نزيدوا حنا كنحلوا مشاكلنا بيدينا، وحنا كنعتقوا مواطنينا، وحنا كيمكن لنا نشوفوا بعيد غدا فين بغينا بلادنا تمشي. اذا اليوم ها هما دفنا الشهداء، مشينا داوينا الجرحى. ايوا هاد الناس اللي جايه البرد دابا وجاي هاد الشيء داير، كاين الخيام، انا مشيت شفت الخيام الزرقاء والصفراء، شفت بيدي انا كيف ما كانش التضامن وكشفت، ولكن راه البرد جاي. خير اليوم كاين اللي عجبني هو انه كاين واحد العدد ديال المهندسين المعماريين المغاربه اللي تقدموا بحلول. اليوم كاينه واحد الدار بينوا لي عددي يومين، دار على 15 متر اللي هي بالقصب، وكيديروا لها ديك لاموس اللي كتنشف دغيا، وفيها ظروف باش تعيش بعدا غير دوز هذا البرد، لان البرد خصهم يدوزوه في ظروف اللي غادي تسمح نبقاو باقيين عايشين مورا البرد، باش يمكن لينا نديروا اعاده الاعمار. اعاده الاعمار خصها تحترم هذوك الناس، هذيك ارضهم، وما يجي واحد يقول لهم فين هي الورقه ديال جدك بان هذه ديالك، راه شي تيشهد على شي بانهم هما ضمانين الارض. بالفعل الا كانت هناك من شرخ جيولوجي ولا شحال بغا يبعدهم شي شويه، ولكن الناس راه كتعرف المغاربه كيقول لك ما تموت غير على ولادك ولا على بلادك، ارضك ارض. اذا هذا الشيء اساسي خصو يدو اعاده الاعمار، وتكون بطرق مزيانه وفك العزله، ماشي غير على الحوز، وجميع المناطق المهمشه من البلاد. خصنا مصالحه تاريخيه مع الريف، مصالحه تاريخيه مع الشرق، مصالحه تاريخيه مع جميع الجهات المهمشه. كيف يعقل انه يداروا استثمارات غير في جهات معينه، وملي كيدار استثمار في الرشيديه كنعطيو الارض والماء لواحد خياتي ما كيعرفوا تما كاع ديك المنطقه، كيجيو كياخذوا داك الماء كله وكيخليو داك النخيله دواد الزيز كيطيح ناشفه. راه ما عندناش حنا حتى شي رؤيه، درنا ميثاق الاستثمار ما كنعرفوش بانه الاستثمار خصو يدار كما يلزم. انا بالنسبه ليا هذه الكارثه مناسبه نراجعوا فيها ونديروا تعاقد مجتمعي في الجهويه اللي تكلمنا عليها. سدار فين الجهويه حق هذاك؟ الجهويه داروا التسويق. الجهويه خصها تدار في اطار دوله ديمقراطيه باش نشوفوا شنو هي. علاش المغرب كيطرح؟ انا سمحي لي يا استاذ. نعم. احب من احب وكره من كره.
يعني المغرب كيطرح أشياء جميلة، أوراش، موجه هوية متقدمة، الحكومة الذاتي، الاستثمار، الشباب، المرأة، المناصفة، إصلاح العدالة، كيرصد أموال وأغلفة مالية كبيرة ترسانقا في آخر المطاف. يعني شي حاجة ما كتعطي أكلها وهدفها، فين كاين الخلل أستاذ موني؟ لا، حيت كاين فرق بين التسمية والمسمى وبين الحقيقة وبين ما يعلن، هذا هو اللي كاين. اولا بلادنا خصنا نعرفوا منذ الاستقلال الدوله كانت عندها مجالات ديال الاحتكار ديالها وكتبني وكتقاد وهذا ومدرسه والعمله المغربيه والدرهم ودرنا والطاقه وكل شيء والسياحه زيد. فسرعان ما الدوله دخلت تحت التوصيات ديال 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 المؤسسات وقبل من المؤسسات البرجوازيه الكومبرادوريه المغربيه الهجينه، مشى الفرنسيس خدات هي الاراضي الفلاح اللي كان خاصها ترجع للفلاح، وبدات الدوله كتخلى على مجالات الاحتكار ديالها للخواص. هاد الخواص ما داروا حتى حاجه، جمعوا فليسات الرسوم عند عائلات، راه المندوبيه الساميه كتقول 150 عائله تغنات وحنا تفقرنا، يعني الطبقه المتوسطه اللي كان الاب عنده 9 دراري 8 وهذا كيدبر وكيعيش ويدخل المدرسه العموميه بالمجان وكاينه الصحه العموميه بالمجان وخدامين كذا كذا، تطلعوا رجال وطلعوا الاطر اللي خدمت بهم المغرب، ما بقاش هذاك الشيء، كل شيء دوزوا. ملي جينا في 89 بعد انهيار جدار برلين اللي استعملوا فيه الاسلاميين الحركه الاسلاميه انوضوا الصحوه النهضه، ضربوا بهم روسيا باش يبقى قطب واحد، نفهموا هما كاع راسهم ولادهم اللي ماتوا ولادنا اللي ماتوا في هذيك الحروب، هذا باسم الدين، والدين كاع ما عنده علاقه بهذا الشيء، لانه هذا الاسلام سياسي واحد اخر، هذه حتى هي قصه اخرى يمكن نتكلموا عليها. وتسنينا حنا تخرج الكتاب ديال إيلاري كلينتون عاد فهمنا بان خدموا بنا، بان خدموا بنا. اذا من 89 ملي ولات الاوحاديه القطبيه صافي ولينا فد المركب المالي العسكري الرقمي صافي كيطحن في كل شيء، المركب في المؤسسات الكبرى العالميه، الاسر الكبيره اللي دارت الابناك الخاصه وهي اللي كتحرك كل شيء. راه كاين واحد العدد ديال 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 لي دوكيومونتير اللي كيفسروا هذا الشيء. اذا حنا ملي كتجي تقول لي غادي ندير نموذج نموي جديد كنفرح كنقول مزيان، ولكن ملي كنجي نشوف النموذج التنموي الجديد فيه جيل جديد من الاصلاحات اللي هي تنفيذ لما قال صندوق النقد الدولي، اصلاح المؤسسات والمقاولات العموميه الكبرى يعني خصصتها، راه جايه من لاغان لوينديا القطار المطارات حتى لاماب ولونيم، لونيم هذه ديال الهيدروكاربور وديال سميتو جايه ويلي، هادشي كله غتخوصوا بعد ما خوصتوا الماء والكهرباء، بعد ما خوصتوا المدرسه والصحه، كيفاش؟ وكتقولوا لنا غندير الحمايه الاجتماعيه للجميع، ولا انتم كتقلبوا غير على السجل الاجتماعي الموحد باش تدوروا مع هذوك الفقراء المدقعين وتحلوا تفكوا صندوق المقاصه وديروا تعويم ديال الدرهم، حيت هادو ثلاثه ديال الحوايج اللي قال لهم صندوق النقد الدولي. هاد المؤسسات العموميه اصلاحوها يعني خوصتوها، اولا اصلاح المقاولات المؤسسات العموميه الكبرى. خصكم تصلحوها يعني تخوصوها، هادشي غاديين فيه، راكم شفتوا كيفاش سدوا الاسامير والتكرير ما كاينش، وحنايا البترول والغاز نخلصوه بحال حنا عايشين ما عرفتش فين عايشين، في الوقت اللي ربعه العائلات اللي تغنات بهادشي هذا وما كاينش اللي يقول لهم رجعوا الفلوس. قالها لهم مجلس ديال المنافسه، واحد ما سمعوا حيدوا الرئيس، راكم عارفين القصه. تجي تقول لي انا غادي ندير، قالت لنا نديروا هاد الاصلاحات، حنا صحابو الاصلاحات ديال بصح ساعه هي خوصصه. ثانيا اصلاح ضريبي، اصلاح الضريبي ما كاينش فيه ضريبه على 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 الثروه، ما كاينش فيه ضريبه تصاعديه، ما كاينش. اذا اصلاح ضريبي اغناء الغني وتفقير الفقير. ثالثا قال لك اصلاح مالي، اش من اصلاح مالي؟ اصلاح مالي من اجل تعويم الدرهم اللي في الافق ديال 2028. اذا هاد السياسات اللي غاديين فيها هي سياسه المملات من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. استاذ موليم، وزاره التربيه الوطنيه يعني اشعلت نساء ورجال التعليم الساحه ديالهم اليوم بمرسوم، مرسوم تيقولوا رجال ونساء التعليم، ما تشاوروا معهم، ما ولاو حتى تسربت الوثيقه وما فيه لا تعويضات نساء رجال التعليم، كيفاش كتفسر هذا المرسوم ديال وزاره التربيه الوطنيه؟ اولا انا كنقول بان مجال التعليم من المجالات الاساسيه لاي حكومه كتحترم راسها، اي دوله كتحترم راسها خصها تعتنى به. اليوم واحد العدد الكتب القيمه والبحوث العلميه كتبين بانه كاين تعميم ديال التفاهه والضرب ديال التعليم. علاش؟ لان قال لك البشر كثير ماشي كلشي خصو يقرا. هذا واحد التقرير كان خرج في 2000 كيقول بانه الناس اللي كتنجح خاص 10% يكونوا معلمين و 90% يقدروا حاجه. ولهذا انا التوجه هذا هذا توجه، حتى انا غنسولك في التوجه عين بالوصفات، مش الاستعجال، مسار طبيعي، ميثاق التربيه، شنو واقع؟ حتى واحد ما بغانا نقراو، حتى واحد ما بغى ولاد الفقراء، شحال هذه كانوا كيكذبوا علينا كيقول لك لولا ابناء الفقراء لضاع العلم، كانوا ابناء الفقراء وطلعوا لنا والجابري وزيد 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 وزيد.
دابا ما بقاوش اولاد ابناء الفقراء يقراو، حتى اولاد الطبقه المتوسطه ما بقاوش كيقراو. علاش كيخافوا من القراو؟ كيخافوا من القراو حيت القرايه المعقوله هي الوعي، القرايه هي الحس النقدي، القرايه هي انك طالب حقوقك بغيت رزقي. لا خاصك انت، خاصو التفاهه، خاصك تشد الدبلوم وديرو مورا ظهرك وتفرح وانت راه خاوي ما تعرف حتى حاجه، عندك الدكتوراه وانت مشلل، عندك الماستر وانت ما كتفهم حتى حاجه، صباح الخير ما تعرفش تقولها مزيانه باش تصلح لهم، باش المقدم اللي ينهض فيك انت تخلع، فهمتيني؟ هذا الشيء كاين. اذا اداره العالم بنظام التفاهه، راكتب عليه الان دونو لا ميديوكراسي، الكلاخ المبين، هذا هو اللي كيتقرى اليوم. فين هي القيم؟ فين هو الحس النقدي؟ فين هو الحس الوطني؟ فين حيت قريتي الناس داكشي غيبداو يتسالوا فين هو؟ علاش ما كاينش ما مطبق؟ صحيح، هذه الاولانيه. اذا الوزاره ديال التعليم دائما كان عليها 100 و100 تعفريت، كل مره كيجيب شي واحد يكون طيع باش يوقع على داكشي اللي بغاو يديروا باش يهرسوا، لان اسلحه الاستاذ كيدور في الزناقي وكنسلخوه هذا وفرضنا عليه بالعقده وكذا. هذا الشيء اللي جا في المرسوم الاخير، معلوم كاين هناك استهانه بالاساتذه، دخلوها في الجامعه. الاستاذ ولا كان ماشي غير كيأثر وكيقري وكيدير البحث العلمي، لا خصو يدير شويه الاداره ويحل الباب ويسد شراجم ويدير 100 مهمه ومهمه. نفس الشيء بغاو دابا الاساتذه يديروه في هذا الشيء باش يذوبوا استاذ كان شحال هادي ملي كيبقى لي شويه الوقت. هذا استاذ ديال 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 الاس في تي كيخرج الوليدات يشوفوا النباتات، يدير ما بقاش عنده الوقت يدير هذا الشيء، ما كاينش الوقت وما نعوضوش. هذه سياسه ديال تفقير الاستاذ واهانه الاستاذ وعدم احترام كرامه الاستاذ، ونتقلوا الكاهل ديالو باش ما يبقاش ليه الوقت فين يتنفس، ما يبقاش ليه الوقت يدخل شي نقابه، ما يبقاش ليه الوقت يدخل شي حزب، ما بقالوش الوقت يساهم في البناء ديال الديمقراطيه اللي بغيناها في البلاد. ولا الحوار الاجتماعي مجمد، ولا كيدخلهم يضحكوا عليهم كاس داتاي، هانت وقعوا معنا راه يكون خير، داك يكون خير بوان كوم، شي حاجه ما كاينه. اذا هاد الناس ما كيشوفوش سنغافوره، ما كيشوفوش السويد اللي الملك كيدخل ولده في نفس المدرسه اللي غدخل فيها انت ولدك مثلا، لانها بجوده عاليه، واللي عنده كيخلص واللي ما عندوش كيستافد، كيدخل ولدك كيقرا، كيدير حتى هو الموسيقى الفيولون، يدير شي حاجه كيتفتح العقل ديالو باش كنبنيو المجتمع بكل ابنائه وبناته، ماشي بحال حنايا التعليم بسرعات مختلفه، هذوك يمشيو يقراو لهيه وهذو يقراو والو هنايا، ونسدو المدرسه، المدرسه الابتدائيه اللي قريت فيها مثلا هدموها، كانت من اجمل ما يكون كذا في شارع الزراوي، طرقوا عطاو الخواص داروا واحد لاسيتي بالفلوس، احنا ما كاينش، احنا غير الريع، احنا غير صحاب بوشكاره، نغنيو الغني ونفقروا الفقير. والمدارس ديال اللي قراو فيها اللي غيقراو فيها اولاد وبنات المغرب، هذيك راه 38 مدرسه اللي تهدمت في المغرب. علاش؟ علم الشماش حيت ما بغاوش المغاربه يقراو. عندك شي حاجه كيف قال ذاك الوزير مسكين الله يسمح ليه، اللي عندك ضرب على جيبك ما عندكش، كيفاش نضرب على جيبي؟ احنا كل والدينا كانت المدرسه بالخلاص ما نقراوش. شكون اللي قال هذه؟ قالها الوزير الداودي واحد الوقت كان قالها. كان قال اللي بغيت تقرا ولادك ضرب يدك على جيبك، وهادو راه ما كيقولوهاش ولكن كيطبقوها عليك. واش عباد الله داروا لينا سميتو هذا البرنامج اللي من 2015 ل 2030 وما عرفت لك شي ما بداو حتى 2019، غير روينا. يعني التعليم مرتع ديال الفساد وديال تدمير الانسان، ماشي بناء الانسان. التعليم مرتع ديال تدمير الانسان، ديال الفساد وديال تدمير الانسان، مرتع تدمير الانسان. لا حيت كاين الفساد الاخلاقي، الفساد ملي تكون انا مسؤول وما نبنيش المدرسه وعندي خصاص ديال الاساتذه ب 100,000 استاذ واستاذه، وانني ما ندخلهمش للوظيفه العموميه حيت قالتها لي البنك الدولي، قالت لي خصك تقلص الكتله ديال الاجور ونخلي الاستاذ تيلقف كيقبض 2 دريال ودير ليه السي دي دي، راه ماشي معقول. انا راه هذا العام شحال من مره دخلت عندي هذيك السؤال وعفوا الاختطاب. نعم. استاذ نبيل، وانت رئيسه حكومه كيف غتعاملي مع توصيات الصندوق النقد الدولي؟ كيفاش غتجري الوضع؟ خاص الانسان، خاص المراوغه، خاص الذكاء في هذا الشيء. هذا كيف غدير؟ حيت دابا هذا العالم دابا مثلا فرضوا عليك بانك تقدر اي حاجه بغيتي. نعم. عندك مثلا الطلبه الاساتذه خصهم الاجور تزاد، العمال عندك الطرقان خصك تصاوبهم، قلبتي في الميزانيه ما لقيتيش عندك، عطر تسلف ياك. معلوم هادشي دابا ولا هاد القضيه ديال انت غتسلفي من المؤسسات الماليه؟ غادي تسلف، ولكن غادي نقتصد وغنرشد النفقات وغادي نقص من الميزانيه ديال بعض الوزارات ونديرها في التعليم، لانهم اللي غنعلم الناس مزيان غتقاد ليا الامور. ربما غدا غادي نخرج ادمغه البيضه وغادي غادي نتقاتل معاهم مع المسامر، غادي نتقاتل. ما كنقولش لا ما خلانيش نستقل، لا خصك تقاتل، خصك هذا. راه هنا كنظن بانه كاين في التاريخ ديال البشريه بعض الناس اللي كيكونوا شجعان وكي كي كيمكن لهم يديروا شي حاجه. دريسه بركان مثلا قال لك راه كاين 100 ديال، خديتي 100 ديال الناس، عندك غير جوج اللي يقدروا يقولوا لا للظلم ومشاو كذا. اذا خصنا نكونوا ذوك الجوج. خصنا نكونوا ذوك الجوج. كنجري اليوم الحديث على دخول سياسي وحنا في شهر 10. نعم.
هل يمكن الحديث عن دخول سياسي وسط هذا الجو دابا السياسي اللي كاين وهاد الاحزاب؟ واش يمكن نهضروا دابا على دخول سياسي كما كنا نقولوا شحال هادي مثلا؟ بالفعل كيكون في شو تنبير اكتوبر يعني احنا ما عمرنا ما كان عندنا شي دخول سياسي ما عمرنا ما كان عندنا شي دخول سياسي في المستوى المطلوب. بالفعل المؤسسات كتعاود تشتغل زعما كتشتغل بين قوسين كتدخل، ولكن احنا ما عندناش هادشي. علاش؟ لان بلادنا فتحناها المجهول، السياده ديال البلاد ديالنا سلمنا فيها، ثم انه اليوم كتلقى بانه المؤسسات اللي هي القوام ديال السياسه في البلاد واللي غادي ننتبهوا ليها والدخول ديالها بالنسبه لنا مهم، بحال دابا البرلمان كنقولوا شنو هو المشروع اللي غادي يمشي فيه البرلمان هذه السنه، شنو القوانين الاساسيه اللي غادي يخرج هذا، وحنا تحت الرحمه ديال صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وحنا تخلينا على 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 مجالات ديالنا اللي خاص الدوله انها تدخل فيها، وحنا خلينا بانه الامور مشات بعيد بدون ان نبني ذاك التوجه باتجاه الديمقراطيه الحقيقيه. اذا اليوم حنايا الدخول السياسي ماذا يعني؟ ماذا يعني وانت فتحتي البلاد اقتصاديا؟ وانفتاح الاقتصادي واتفاقيه التبادل الحر تشكل اكبر خطر بالنسبه لك. انت جاوا ناس جنسيات مختلفه، راه كل هالدول باغيه الاستثمار، ولكن ماشي بهذا الشكل باش كيدار عندنا هنايا الفوضى. يعني كلشي كيجي لهنا كيستافد من المغرب والمغاربه ما كيستافدوش. يعني العنوان على هادشي كتلقى الناتج الداخلي العام الخام ديال المغرب ما كيتحركش تقريبا، المديونيه كترتفع السماء والناتج الداخلي الخام ديالنا ضعيف. شحال المغاربه المعدل ديال شحال كيخسروا؟ داكشي ضعيف بزاف. يعني احنا بقينا دوله فقيره في حين اننا عندنا خيرات، والادهى من ذلك اننا كنكتشفوا خيرات في بلادنا، لان اليوم كاين المسح بساتيليت والدرون، عارفين الثروات الباطنيه ديالك كلها كيستافد منها البراني وحنا ما كنستافدوش. هذا مهم استاذ مولاي، بغيت نسولك واش من دخول؟ هل يمكن دخول جامعي والمدرسي بهذا يعني بهذا الطريقه، وتضرب الاستاذ وما تعطيش التعويضات وتبقى كتهددوا يعني بهذا الشيء ديال من هذا استاذ مولاي؟ انا بغيتك الحريات العامه. نعم، حيت الا ما عندكش الناس كتهضر وكتعبر على داك الشيء اللي كيضرها هو اخطر حاجه. اليوم انا نسولك، هل يمكن الحاج عنده دخول سياسي مع في واحد الوضع تصوري ما بقاش المغاربه ولا الناس مضارين يهبطوا يتظاهروا؟ كيهبطوا الناس تهرسوا البراري فوق ديورهم وكيباتوا في الغابه ولا ماتوا. بغات المراه وراجل، ما هي سياسيه، ما هي يساريه، ما هي ليبراليه، كتقول الله الوطن الملك درويشه، جا القائد ولا السلطه ريبوا ماشي مشكل، جاو البرلمان يقول واه عباد الله حنا كنعسوا في الغابه. كتجي السلطه كتفرشخهم وما تباهرش، والاحزاب السياسيه والامم ما تيهضروش على هذا الوضع ديال دابا الهبطي البرلمان تفرشخ. دابا خصنا نعرفوا بان اليوم الخبراء ديال الدوليين كيقولوا بان كاين جوج تحديات كبيره، كاين تحديات اخرى ولكن هادو جوج تحديات كبار. تحدي ديال الصحه، لان المنظمه ديال الصحه العالميه في ماي الجاي ديال 2024 غتولي هي السلطه ما فوق وطنيه ديال الصحه. سدوا جلبوا ما تجلبوش، هذا كذا. تخيل هذا خطر كبير، لان في تجاوز البرلمانات والحكومات ديال الدول. هذا الاول. الثاني هو هذا اللي تكلمت عليه ديال الحريات. حريات ضرب الحريات، لان خص الانسان هذا قال لك 9 مليار ديال البشر اللي كاينه خصهم نضيقوا عليهم شي شويه، ولا نضيقوا عليهم حتى شويه بزاف، وخصهم يسكتوا، خصهم يسمعوا يقولوا لهم يديروا الحاجه خصهم يديروها. ولهذا الضرب ديال الحريات اللي بعض المرات حنا ما كنفهموش، لان كيف قلتي واه ناس متضررين على الاقل خليهم يوصلوا لكم الصوت ديالهم، لانكم انتم يعني موكلين باش غادي تعاونوهم وتسمعوا الناس. خاب الكيران قال بواحد الطريقه زوينه، قال لكم اللي زوروا على الانتخابات قال لهم خلينا نبكيو، قال لك حتى البكا ما خلوناش نبكيو. لا هادشي اللي كاين، يعني الضرب ديال الحريات بواحد الطريقه اللي هي بشعه. تخيل معايا دابا الاخوان ديالنا الفلسطينيين محاصرين، حرب عالميه ثالثه بدات في اوكرانيا، بداها الناتو وجر اوروبا اللي ولات ضعيفه، واليوم نقلها للشرق الاوسط. الفلسطينيين تتم الاباده ديالهم، حنا ما نتكلموش ما ندويوش. مسيره غدا نهار الحد قال لك لا ما ديروهاش، قالوا ما ديروهاش. الوقفه بغينا نديروها قال لك ما ديروهاش. الجمعه ما يهضروش على والو، طاحت لك الدار فوق راسك احمد الله وسكت. اذا كيفاش هذا الشيء؟ كيف يعقل؟ اذا المفهوم ديال الدوله كيفاش مسلمه؟ الدوله اللي خصها ترعى المصلحه ديال المواطنات والمواطنين مشات، ولكن كيفاش هذا الشيء؟ علاش كيجرى عندنا هذا؟ حيت الناحيه معنا الديمقراطيه حتى الفساد، لان الفساد الداخلي كيتعاون مع الفساد الدولي. الفساد الدولي بغينا نبقاو حنايا مكلخين ما فاهمينش خايفين. كاين علاقه بين الفساد الدولي والفساد الداخلي؟ لا كبيره، علاقه كبيره.
علاقة كبيرة ديال بين الفساد الدولي والداخلي. الفساد الدولي ويقدر يكون كيعاون هنا باش ما داش التظاهرات. الفساد الدولي يحمي الفساد الداخلي. راني يعني دائما كنجبد داك المثال بن علي ملي نفتافضوا ضده التوانسة عيطت ليه الوزيرة ديال الدفاع الفرنسي قالت له ولا عليك انا نعاونك فيهم. كاين اكثر من هذا الشيء. هاد فرنسا اللي كتقول الانوار وكتقول دارت هذا الشيء ودارت هذا الشيء راها اليوم كتدخل في افريقيا بواحد الشكل خطير. هذه سنين الاستعمار الجديد واليوم من انتفضت القارة الإفريقية التي بدأت في التحرر راه هي كتجري وجري باش يمكن تحافظ على مواقع ديالها. وما هي اللي وراء الكابون ونيجيريا ومالي. تخيل هنا بغيت نقول لكم واحد الحاجة مهمة وأنا كنتبع هذا الشيء متبعه. تخيلوا معايا أنه منين جات الموجة ديال المطالبة بالاستقلال استقلالات ديال الدول بحالنا وداك الشيء فرنسا اقترحت على الجزائر بأنها تحرر لها شمال الجزائر ولكن تحتفظ فرنسا بالجنوب. مشات المالي قالت لها خذي الجنوب وخلي ليا لانك كتوجد ارض الساحل لو ساهليستون. هذا راه التاريخ انا ما كنخترع حتى حاجه من راسي. جاو بداو بينا حنا مغرب حنا قبلنا وخدينا الاستقلال المبتور خداو لينا الصحراء ديالنا عارفين فيها الخيرات عارفين هذا وقالوا ما كاين بس غناخذوا الصحراويين اللي هما مغاربه ووطنيين وجاو على البرتغال والصبليون وكذا. قالوا غادي نخلقوا لهم شي مشكله بينهم وبين بدا داك الشيء من ايكوفيون ومن بعد لقاو ليبيا ولقاو الجزائر. اذا حنا خداو لينا صحراءنا لان ما كاينش شي دوله في الدول ديال المغرب كامل ما عندها الصحراء ديال حنا خداوها لينا واليوم دابا قاجلنا بها باش نقبلوا التطبيع باش نقبلوا هذه باش نقبلوا. حنا ما قابلينش التطبيع ما قابلينش. اليوم غزه كتموت خصنا نسدوا داك المكتب ديال التواصل مع داك خينا اللي جا لهنايا يعطوا فسادا في بناتنا واش حنا ما كنخدموش ولا حنا هذا الشيء غادي يخرج العقل. كيعجبوا النساء المغربيات الله ينعل لا سمح لي كيفاش يعجبوا يعجبوا النساء المغربيات. النساء المغربيات قادات. النساء المغربيات راهم في الجبل راهم في الباديه راهم في المدينه راهم كيحاربوا راهم كيقراوا راهم كيحطموا راهم كيسوقوا الطياره راهم طبيبات راهم تيفتحوا الدباغ. سمح لي احنا كيفاش نخليو شي واحد يهيننا فين كرامتنا؟ انا ما كنديش على الكرامه والشهامه القانون. احنا عندنا دوله ما نسمحوش واحد يسبنا. احنا دوله ما نسمحوش واحد يجي يحتلنا. احنا صافي جرينا على فرنسا ما باغيش احتلال واخا يتزوق. اذا انا بالنسبه لي اليوم مع هذه الحرب العالميه الثالثه الوشيكه انا الاول. جمعوا قلعهم احنا ما باغينش اخويا التطبيع ما بغيناش حيت ما تشاوروش معنا فرضوا علينا. ولهذا انا كنقول الدوله ديالتنا راه في واحد الوضع بعض المرات كتكون الدوله ضعيفه وكيفرضوا عليك حيت انت ما عندكش هذا وخصك تسلم. اللي كيسلم كاين عاوتاني كيقول كلنا كاين اللي عاوتاني مع اسرائيل كلنا اسرائيليون تيقولوا كاين. لا هذوك ماشي مغاربه انا خرجتهم من الحاله المدنيه. لا ما يمكنش واحد يقول بحال هكا. كلنا فلسطينيون الى ان يتم احقاق كل الحقوق المشروعه والتاريخيه للشعب الفلسطيني ويبني الدوله ديالو والعاصمه ديالها القدس ويرجعوا اللاجئين ويتم تسليح الاسرى. هذا هو اللي كاين حنايا. حنا راه حنا امه. اليوم انا كنطلب الامه العربيه والمغاربيه والاسلاميه انها كلها ترد البال وكلها تنصر الشعب الفلسطيني. ما يمكنش نخلي خوتنا في هذه المحنه وحنا كنتفرجوا لان الدور جاي عليكم. غياخذوا لكم بلادكم غادي يضربوا لكم اعراضكم غياخذوا لكم فليساتكم هذاك اللي حاطين لديك الجيه كلشي غيمشي. انا اليوم علاش كنطالبوا حنايا كحزب من التطبيع؟ حتى حاجه. ما يمكنلكش انت تربح شي حاجه مع واحد الكيان غاشم اللي هو الاقتصاد ديالو متطور. شوف شحال تعطيهم امريكان والدول الاخرى وكذا كذا كذا يعني حنا ما عندنا ما نبيعوا ليه. هو اللي عنده ما ينهب من عندنا راه الغاز غياخذوا راه البترول غادي ياخذوا راه المعادن النادره غادي ياخذها راه الاراضي الصالحه غياخذها راه المياه غياخذها يدير ما بغى يدير الثمن مجهول يدير لافوكا يدير اللي كان وحنا عبيد نخدموا عندهم. استاذ منيب اسمح لي كيفاش كتفسر استاذ منيب وراه هضرت واحد الضيفه الاستاذه شيماء درشول على كيفاش كيخدموا هذا التيار هنا وسط عن طريق الاعلام. اليوم انتم يمسوا اعراض المغربيات والمغاربه غير تكون ضد اسرائيل غير تعطي موقف وطني يستباح عرضك وشرفك وكتمنع من الصحافه تصور كتسب عرضك في جرائد وطنيه كتلقى المال العام امام اعين السلطات المغربيه والمسؤولون عن تطبيق القانون. لا المؤسسات المهنيه كتدخل المجلس الوطني لا نيابه عامه لا برلمان لا نهي ولا عادي بحال هادشي ولات بحال الغابه. لا دابا المجال ديال الاعلام ولا دابا في الحبس كتلقى خطاب السجناء ظريف وكتلقى مدير جريده كيهضر اكثر من شمكار. اولا خصنا نعرفوا مزيان بان وسائل الاعلام متحكمون فيها. هي من وسائل الضغط ديال هذه المنظومه العالميه هذا المركب اللي كيتحكم في العالم باسره. اذا ما نتفاجئوش لقينا واحد العدد المنابر اللي هي تاهي تابعه وتخاف قول الحق وبالعكس كتروج حتى للكذوب وداك الشيء كله. هذا الشيء كاين ولهذا انا بالنسبه لي كيف كاين العالم
كيجتهد على إعلام حر، حنا خصنا نجتهدوا على إعلام حر وندعموه، ندعموه بكل الوسائل اللازمة باش نخليه يعيش، لأنه راه ما كدومش الدا ما كدومش الدا، هذا العالم راه في أزمة وكاين توازنات جديدة جاية، ولهذا حنا خصنا نتوقعوا وخصها تكون عندنا الشجاعة وخص يكون عندنا المثابرة ولا ننتبه. هادو اللي كيضربونا ما بقاوش يضرونا، لان الانسان اللي كيكون في طريق الحق لا خاصنا. علاش كتلجأ وسائل رخيصه وقديره؟ بعد ما كتلقى مسؤولين كيشوفوا يعني المملكه المغربيه كبيره، اليوم كاين بعض كيحس انا ما كنهضرش على هذوك اللي كيسمع هذوك عندهم ظروفهم بنادم ما عنده ضمير ولا. لا لا كنهضر على الناس، دوله عظيمه عندها تاريخ عندها مواقف، بحال دابا الموقف اللي سجل المؤسسه الملكيه في وزاره الخارجيه على غزه، حتى مواقف زعما زوينه في الاخر ولاو كيستعملوا وسائل كهبطوا النيفو ديال البلاد بعض الناس. دابا شوف الله يخليك، حنا خصنا نفهموا بانه في هذا العالم ماشي كلشي باغي لينا الخير، باش ما نقولش العكس، لكن حنا خصنا نوجدوا راسنا. راه واخا تكون عندك دوله، الا كانت دوله ماشي محصنه بالديمقراطيه وبالمراقبه والمحاسبه كيكون اختراقات. حنا راه كان هذاك البير كوين هضر على لي صيانيم اللي كيخدموا المشروع الصهيوني في المغرب مثلا، ما خلاوكش انت دير شي حاجه هذاك هذاك هذا. حنا بالنسبه لنا يعني هذا الصراع الفلسطيني الاسرائيلي خصو يتحل، والشعب الفلسطيني تعطوه الحقوق ديالو. انا ذاك ديك الساعه نشوف هذا العالم فين غادي، فهمتيني كيفاش؟ اما باش جي انا طبع مع الدوله المغربيه باش تحبسها، طبع مع دول اخرى باش تحبسها، وتخيل معايا التطبيع ما كيتناولش القضيه الفلسطينيه. الفلسطينيين هما نفاهم من عقلهم ومن كيانهم ومن تصورهم المستقبلي للعالم كيفاش غيكون، ما خصهمش يكونوا، ولهذا راهم خايدين فيهم اليوم حرب ديال الاباده. وهذا تنقول الاعلام راه من الوسائل الاساسيه، ولهذا انا كنناشد المغاربه كنناشد المغاربه الاستاذ نويضي. نعم. هاد اسرائيل تطبع مع الفلسطينيين عاد يطبع معنا، هذا اللي كنت قلته هذا شحال هادي، انه الا بغات دير شي تطبيع ديرو مع الشعب الفلسطيني وتقاد امورها مع الشعب الفلسطيني، ديك الساعه غادي يكون تحصيل وحاصل. هادي دوله تخلقت تماك ما كاين، ولكن لحد الان انا كنشوف بانه مع كل الاسف الاعلام خصو يعى بالدور الكبير اللي يمكن له يعمل. شنو المفروض على هذه الحرب ديال دابا؟ كيبان لك تقضي على حماس المقاومه هي باغات تمحيهم من الجغرافيا، لان قالت لهم خصهم يمشيو لسيناء يسكنوا في سيناء، هي تخوي غزه. لا لا هي باغيه تخوي، لا وتقدر تنجح. هذا سي ان جينوسيد، راه ما يمكنش. كيفاش؟ هذا شيء خاص المنتظم الدولي اللي كيتكلم وكيقول لك القانون، حنا عارفين القانون كيطبقوه غير فينا حنايا، اما هما سياسه الكيربي بكيرين يعني اسرائيل كيعتبروها فوق القانون، ما كاينش حتى هي عندها مسعاها. ما غاديش ولا حماس غتنتصر المقاومه، غادي ينتصر الشعب الفلسطيني بكل قوه، لانه دابا تيتوحد. علاش؟ لانه حتى هذه المقوله ديال الكيان الصهيوني كيحاولوا دائما يفرقوا، عجباتهم الواي البي من سكتات عليهم وحماتهم، حماس ما عجباتهمش اللي عندها الاسلحه وكذا منها. والشعب خديتي ليه ارضه، خديتي ليه تاريخه، يعني استبحتي ارضه، جريتي عليه في الخارج وحكمتي عليه بشتات. واكبر كذبه اللي كاينه هي اللي كتبان اليوم، انه كيقول بغينا نديرو دوله يهوديه. لا، اليهود المتدينون ضد هادشي اللي كيوقع اليوم، وهذا الشيء خصو ينتبهوا له الناس. حنا دائما كنقول حنا ماشي ضد اليهود كديانه، بالعكس هادوك عندهم دينهم، لكم دينكم ولي ديني، ولكن ما يديرناش كيقول لا ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم. حنا ما بغيناش نتبعوا ملتهم، حنا عندنا ملتنا ياك ولا لا؟ سؤال نفهموا هادشي. نسولك واش كتبع واحد الكلام كيتقال باقتدار؟ نعم. ملي كتهضر دابا وتدافع على فلسطين وهذا الشيء مخدوم بحسابات وهميه، تيقول لك خويا عجبتك فلسطين، اخويا مغرب وسير تقاتل معاهم الله يعاونك انت وياهم. هذه وحده. جوج، خويا انا عندي مشكل ديال الصحراء المغربيه، انا الصحراء المغربيه عندي اولى واسرائيل غتعاونني في الصحراء. هاد الفلسفه اللي خشاوها المغاربه ديال اصور لهم الفلسطين سنين ومنين، العلاقه مع اخويا فكر مصلحتي انا الصحراء عندي، اش عندي مع فلسطين؟ مال فلسطين اعترف بيا ومال كذا. حيت الخطاب كيف تضيع استاذ موني بكريم؟ فلسطين مازال ماشي دوله، تتعرفوا باش تعترف بك لما كانت هي دوله. فلسطين بغات غير تسجل التراث ديالها، يعني كل الحفريات اللي تلقات وداك الشيء، قالت لها اليونسكو ما نقدرش حيت انت ماشي دوله. دابا المشكله ماشي بانه فلسطين تعترف بلينا بالصحراء المغربيه، راه جا نايف حوات ما مشى حتى للعيون ومشى معنا، ما كاين حتى مشكل. فلسطينيين حنا دابا مع كل اسف المغاربه البعض منهم مع هاد دائره الفقر والفوارق والافق مسدود، وحتى حنا كنركبوا في الباطيرات ما لقيناش الخير في بلادنا، تشد ولادنا تخدمهم وداك الشيء كله، هادشي كيعطي دي سونتيمون خايبين. كيقول لك انا مالي غزه، تازه قبل من غزه، تازه راه انتفضت حتى هي، تايا خاصها تبنى وخاصها الشغل لوليداتها وخاصها. راه كيقول لك اول بندقيه تفرقعت في يد في وجه المستعمره خرجت من عندنا حنا، علاش حنا مهمشون ولادنا ما لقاوش الخدمه ايتترا. اذا انا بالنسبه لي بالعكس المغاربه الله يرحم لكم الوالدين، راه الا
ما بقيناش متضامنين داخليا وخارجيا، حنا ما نبقاوش بنادم، لان الانسان ما كيستكمل انسانيته الا بالقيم. تحس بخوك الفلسطيني، خوك الفلسطيني خوك ليس عدوك. واخ واضح استاذ منيب. سؤال اخير باقتضاب شديد، الحزب الاشتراكي الموحد استاذ منيب، نعم رئيسة مرة لولاية أخرى جديدة؟ أولا الحزب الاشتراكي الموحد كيوجد المؤتمر ديالو. لا عطيتيني شي جواب سياسي. لا أنا غادي نمشيو إن شاء الله. عندنا المؤتمر ابتداء من الأسبوع المقبل، يعني 20/21/22، و20 غادي تكون جلسة عامة مرحبا بالجميع اللي بغى يحضر معنا، غادي تكون في بوزنيقة. تعيطوا السيد رئيس الحكومة توجهوا دعوة؟ حنا كنوجهوا الدعوة، لا ماشي رئيس الحكومة حنايا. لا صيفته كأمين عام زعما. السيد رئيس الحكومة غنتصلوا به باش نشوفوا هادشي ديال التمويل ديال الحزب والدعم السنوي ما كاينش، وتمويل المؤتمر ما كاينش. وعتعيطوا الوهبي حتى هو؟ لا ما كنعيطوش حنايا، كنعيطوا حنا. شوف كاين واحد الحاجة سميتها انسجام، فهمتيني؟ عمرك شتي لو بارتي سوسياليست في فرنسا كيدير مؤتمر وكيعيط لوبان وكيعيط لهذوك الأحزاب، كل واحد عائلت لهذوك اللي عائلته ولا اتصلته يعني اشتراكية ديمقراطية، عائلتوا الناس اللي هم أقرب لنا. هذا مع كل احترام لازم للجميع. نبيل مولي تعيط الأستاذ نبيل بن عبد الله، كان عائلتوا واحد العدد ديال الأحزاب اللي هي قريبة منا وديال الصف الديمقراطي. شكرا قريب منكم علاش؟ اش غادي نقول لكم؟ بحال هادو الاحزاب اللي ذكرتي دابا غادي نعيطوا لهم ويحضروا، ما عندنا مشكل. بالعكس ما عندنا مشكل. ثم هيئات ديال المجتمع المدني كامله والحقوق، الجمعيات الحقوقيه والمدنيه والبيئيه، واحد فيدرالية اليسار، واحد العدد شخصيات فيدرالية اليسار مازال الوقت ما تعيطوش لهم. ماشي منعيطوا لهم، كاين شخصيات لهم من الفيدرالية يحضروا، وحنا دابا مازال هذا الجرح اللي عاد كان خصو الامور تتأمل. تمويل كانت ولاد الحزب واش تمويل دابا حنايا تمويل سيفتي تعامل معكم شافكم احنا مازال كنتظروا، لان كان هادشي ديال الافتتاح ديال البرلمان كان مشغول. احنا صيفطنا يعني واحد ما عندكمش الدعم ديال الوزاره؟ لا ما عندناش الدعم ديال المؤتمر ولا الدعم السنوي، هذه سنتين ما عندكمش الدعم السنوي؟ لا ما عندناش الدعم السنوي. الدعم السنوي لانه قبل الانتخابات كان تم تعديل القانون ديال الاحزاب، ودخل فيه واحد البند كيقول بان جميع الاحزاب خصهم يرشحوا امراه من مغاربه العالم على راس لائحه جهويه. كاين 12 لائحه جهويه، حنا حاولنا ما استطعناش، ولكن ما كناش عارفين بانه هذا الشرط هذا كيترتبط به التمويل كاملا ديال 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 الدعم السنوي. حنا ما صوتناش على هذا القانون، حنا ما صوتناش عليه، وحنا كنتعاقبوا به دابا. وانتم كتعرفوا حنايا الطرح ديالنا كنقولوا خاص دار دائره 13 لمغاربة العالم، ويكونوا كيتمثلوا ب 15 امرأة و 15 رجل يجيو يمثلوا، حيت كاين رجال أعمال، كاين مثقفون، كاين واحد الأعداد ديال الناس اللي يمكنوا يفيدونا، لأنهم هما كيعيشوا بعدا في دول ديمقراطية، وغادي تنظن التواجد ديالهم داخل البرلمان المغربي سيشكل قيمة مضافة ما فيهاش. حنا عاقبونا بهذا الشيء، وخا السيد الوزير اعترف بأنه هذا كان خطأ، ما يمكنلكش تربط العملية ديال الدعم السنوي كلها بترشيح امرأة، لأنه دير لها نسبة مثلا. صحيح. دير نسبة اللي دار الشباب كذا، اللي ما دار الشباب نقص ليه 20% كذا. حنا باش تحيد لينا كل شيء، حنا رشحنا في المغرب كله، هذه عقوبة. أول خطوة واجدة التقرير الأدبي المسائل، كل شيء موجود، غير حنا محاصرين ماديا، كنحسوا براسنا محاصرين بحال غزة. ما كاين تضامن، ما كاين والو. حنا دابا لحد الان كاين تضامن ديال المناضلات ومناضلين. بيناتكم كتجمعوا؟ بيناتنا، حيت حنا ما كنرضاوش نقولوا عطيونا ولا ما تعطيونا. انا بالنسبه لي كنذكر هنا ماشي كنرضاوش، هذا حق دستوري خصو يتعطانا، خصو يتعطانا بالنسبه للمقاعد اللي عندنا، وبالنسبه للاصوات اللي حصلنا عليها. ولهذا المؤتمر ديالنا داخلين فيه. واش غتكوني رئيسه استاذه موني ولا؟ احنا دين شعار نضالنا يساري من اجل الشعب والوطن والديمقراطيه، وتبارك الله كاين مناضلات ومناضلين. واش غترشحي ولا لا؟ احنا القانون كيعطينا جوج ديال لي موندا. شكون اللي غيكون، شكون المرشح دابا؟ او كاين واحد العدد ديال الرفاق والرفيقات. كاين شي واحد في راس استاذ؟ مازال ما تفرجش دابا لشي واحد. تخيلوا معايا عشيه موجود الخير، نتمنوا خير ان شاء الله، ونستمر من اجل الشعب والوطن والديمقراطيه. الله يحفظك، الله يوفقكم. بهذا متابعات ومتابعي القناه نكون قد اتينا الى نهايه هذا الحوار، نشكر لكم طيبه المتابعه والى اللقاء.